Bienvenue sur notre site minasoft48.com. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي موقع ميناسوفت للبرمجة، في هذا الدرس الجديد وهو الدرس 14 من سلسلة دروس SQL Server، كنا قد قمنا في الدرس السابق بدرس حول يعني المثال الذي نحن بصدد التعامل معه طيلة هذه الدروس، وهو إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتسيير مكتبة. وقد قلنا أن تسيير مكتبة يعتمد على عدة جداول، هذه الجداول قمنا بإنشائها وربطها بعلاقات عن طريق طريقة ماريز. قمنا بعمل MCD، ثم قمنا بعمل MLD، الذي هو موديل لوجيك دو دوني، والذي يربط العلاقات ب يعني الجداول بالعلاقات. وقد رأينا هجرة بعض المفاتيح إلى يعني هجرة بعض المفاتيح إلى بعض الجداول. إذا من MCD الذي هو بين أيدينا الآن، لاحظنا أن هناك بعض العلاقات التي ستصبح عبارة عن قلنا عبارة عن جداول، وهناك هجرة لمفتاح نيم ريلاكس إلى الأمبرنتر، يعني من الإبن إلى الأب، من الإبن إلى الأب، طريقة إبن الأب، بمعنى أن لكل إبن أب واحد ووحيد، ولكل أب عدة أبناء، يعني ابن أو أبناء، هكذا نقرأ الكارديناليتي. إذن قلنا المفتاح نيم ريلاكس يهجر أو يذهب إلى أمبرنتر، وبالتالي سنقوم بإنشاء الجدول ريلاكس، ثم نقوم بعمل يعني نفس المفتاح، يعني مفتاح الجدول ريلاكس نفس المفتاح بنفس الداتا تايب الى الامبرنتر، لكي نستطيع عمل يعني المخطط يعني الشيما. اذا نقوم بانشاء الجدول ريلاكس بالطريقتين، يعني ربما بالطريقة التأخيرية أو طريقة النموذج. سنأخذ طريقة النموذج ونقوم بإنشاء الجدول، ثم نقوم بإضافة يعني بإضافة النيم ريلاكس إلى الأمبرنتر عن طريق الطريقة الثانية التي نلاحظ فيها كيف تكون السنتاكس، يعني الكتابة الخاصة بالأمبرنتر، يعني بالأمبرنتر، الكتابة الخاصة بالأمبرنتر عن طريق الكيري. إذا نفتح SQL Server Management Studio، نذهب إلى Database Bibliothek، ثم إلى Table، ونقوم بإنشاء Table جديد. نقوم ب وضع اسم الحقل الأول وهو نيم ريلاكس. إذا نقول له نيم ريلاكس هو اسم الحقل، انتجر، ونقوم بعمل المفتاح الخاص يعني كمعرف لجدول ريلاكس. ما نضيف تاريخ يعني دات ريلاكس التي هي نوع ديت هكذا، ونقول له لو نيد، يعني ربما لا تكون هناك يكون هناك تاريخ محدد، لذلك نقول له لو نيل، يعني استطيع وضع يستطيع وضع
التاريخ فرع. إذا هذا هو الجدول الخاص بريلاكس، نحفظه باسم ريلاكس، نقول له أوكي، نعمل ريفرش، نلاحظ أن ريلاكس وأوفراش وأمبرنتر كلها الجداول كلها هنا. إذا الآن سنذهب إلى الديزاين الخاص بالأمبرنتر، نلاحظ أن العلاقة بين ريلاكس وأمبرنتر هي علاقة ابن لأب. إذا قلنا مفتاح دي بي أو ريلاكس يأتي إلى أمبرنتر. كيف نفعل ذلك؟ نقوم أولا بوضع العملية هنا، نقوم بوضع نيم ريلاكس هنا، هذا نيم ريلاكس نأتي به سي، نأتي إلى هنا ونقوم بوضعه هنا مع نفس data type، نفس data type وهو integer، ولا نسمح ب low nil، لا نسمح بالقيم السالبة، لأن مفتاح ريلاكس إما يكون فيه أوتوماتيك ما يعني منطقيا سيكون فيه على الأقل رقم، ولذلك نضعه ال. إذا تلاحظون أن تلاحظون أن المفتاح لما نضعه يقول له يقول لنا أن saving changes is not permitted the change you have made require following. إذا هنا مشكل في الـ SQL Server 2014 وهو عدم السماح لنا في النموذج بالتغيير على الجداول. إذا في الحلقة القادمة سنرى كيفية عمل ذلك في درس يعني مخصص لذلك. إذا كيف العمل؟ الآن نقوم بغلق هذا يعني نقوم بغلق الجداول ونفتح نفتح سكريبت الخاص بالجدول أمبرنتر، نفتح سكريبت الخاص بالجدول أمبرنتر هنا ونضيف له السطر التالي. إذن نضيف له السطر التالي باست. إذن عفوا نيم ريلاكس. إذن هنا نقول له يوز دي بيوتك و create table dbo printer، وهنا نقول له عفوا هنا نأتي إلى هنا ونضع السطرين، هذا السطر إلى هنا، إذن هكذا، وبالتالي ستذهب رسالة الخطأ. ماذا نقول له؟ نقول له نيم ريلاكس ونعطيه نفس القيمة الخاصة ب تلاحظون هنا نعطيه نفس القيمة الخاصة بالنيم ريلاكس انتجر، بالتالي نيم ريلاكس انتجر نوت نيل فورين كي ريفرنس ريلاكس، يعني فورين كي هنا primary key، primary key الخاصة ب home printer يعني name card integer identity not null هو ال primary key، وال foreign key هو name relax يعني
المفتاح الثانوي، والمفتاح الرئيسي هو نيم كارت، والمفتاح الثانوي هو نيم ريلاكس. إذن نقول له السطر نيم ريلاكس، نعطيه القيمة الخاصة بالداتا تايب انتجر نوت نيل، ثم نقول له فورين كي ريفرنس، يعني فورين كي هي قلنا المفتاح الثانوي والذي يحجر إلى الجدول، وبريمري كي هي المفتاح الرئيسي الذي هو نيم كارت للأمبرنتر. إذن نقوم نستطيع القيام بالحفظ هنا وتنفيذ الكيري للجدول هذا. إذا كانت هذه عن كيفية عمل، أو كان هذا الدرس عن كيفية عمل جدول علائقي، يعني جدول علائقي يعني علاقة وربط الجداول ببعضها عن طريق المفاتيح الخاصة بالجداول من حيث قيمة الإحداثيات يعني الكارديناليتي. كان هذا الدرس الخاص بكيفية ربط الجداول ببعضها عن طريق البرمجة وعن طريق النموذج. نلتقي في درس مقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.